Good morning، بدنا نكفي بالشابتر 3 اللي هو ديفيجن اوف هول نمبرز. بدنا نشتغل هلا بفكره ديفيزيبيليتي باي 2 5 اند 10 بيج 59. مثل ما شايفين هون راح نحط جزء من التيبل اوف مالتيبليكيشن اوف 2. راح نبلش 0 فا 2 تايمز 2 ايكوال 0، 1 تايمز 2 ايكوال 2، 2 تايمز 2 ايكوال 4 ايكوال 4، 3 times 2 equal to 6, 4 times 2 equal to 8, 5 times 2 equal to 10, 6 times 2 equal to 12, 7 times 2 equal to 14, 8 times 2 equal to 16, 9 times 2 equal to 18, 40 times 2 equal to 80, 41 times 2 equal to 82, 42 times 2 equal to 84, 43 times 2 equal to 86, 44 times 2 equal to 88. خلينا نشوف شو الشغلة المميزة الموجودة بين كل هول multiples of 2. هون عندي ال ones digit هو 0 2 4 6 8. هون ones digit 0 2 4 6 8 وهون ones digit 0 2 4 6 8. يعني على طول عم بيكون عندي ال ones digit او الاند للنمبر هو 0 or 2 or 4 or 6 or 8. We noted that all the multiples of 2 end with 0, 2, 4, 6 or 8. يعني نحن هلا صار فينا نستنتج شغله انه المالتيبلز لل 2 او ليكون النمبر ديفايدد باي 2 بده يكون في عنده الاند اللي له او الوانس ديجيت 0, 2, 4, 6 or 8. خلينا نشوف ال 5. 0 times 5 equal to 0, 1 times 5 equal to 5, 2 times 5 equal to 10, 3 times 5 equal to 15, 24 times 5 equal to 120, 25 times 5 equal to 125. لنشوف شو هو الشغل المميز فيهم. 1, 0, 5, 0, 5, 0, 5. هنشوف انه النمبر الـ end للنمبر اللي عندي اياهم للمالتيبلز هون عم بيكونوا يا 0 يا 5. الاند بيكون يا 0 يا 5. يعني فينا نقول we noted that all the multiples of 5 end with 0 or 5. يعني صار فينا هلا نثبت شغله انه المالتيبلز لل 5 الاند اللي لهم بده يكون يا 0 يا 5. يعني الوانس ديجيت فيهم بده يكون يا 0 يا 5. خلينا نشوف هلا ال 10. We know that to multiply a number by 10 we add 0 at the end of the number. نحن بنعرف اذا ما نضرب نمبر ب 10 مثلا 2 times 10 بنروح بنحط 2 بنحط 0 بالاند اللي لها لل 2 بيطلع 20. نفس الشيء مثلا 9 times 10 بنحط 9 بنحط حدا 0 على الاند. 11 times 10 بنحط 11 بنحط حدا 0 بيطلع 110 بهذا الشكل. يعني نحن ليكون النمبر اذا ما نيجي نعمل نثبت شغله ليكون النمبر مالتيبل لل 10 بيكون بده يكون الاند اللي له 0، يعني الوانس ديجيت اللي له 0. We know that to multiply a number by 10 we add 0 at the end of the number. So all the multiples of 10 end with 0. يعني بيطلع عندنا انه كل النمبر of multiple of 10 end with 0. To divide a multiple of 10 by 10, إذا كان في عندي multiple of 10 وبدي أجي أعمله division by 10 شو بعمل؟ We eliminate the 0 at the right end of the dividing example. يعني عندي هيدا dividing هو multiple of 10 لأنه عنده ال end اللي له 0. جيت عملت له division by 10 شو بعمل؟ لحتى ال division اللي له by 10 شو بتعمل؟ بتطير لهيدا 0 بيطلع 84. كفي هلا بالبيج 60 عم بيقول لي on another hand we say that a number a is divisible by another number is another number b when the quotient of the division a divided by b is exact. يعني بنقول عن number a هو divided by number تاني اسمه b اذا كان في عندي الكوشن للديفيجن بيناتهم. اذا عملت a divided by b بده يطلع الكوشن exact، يعني الريمندر بده يطلع 0. We conclude that خلينا نعلم عليهم هون لنحفظهم. All the numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 or 8 are divisible by 2. They are all even numbers. هال النمبر divisible by 2 بنسميهم even numbers، يعني أعداد مزدوجة بس divisible by 2. All the numbers that end with 0 or 5 are divisible by 5. هال اللي كنا عم نشرحه من شوي. All the numbers that end with 0 or divisible with 0 are divisible by 10. اوكي، هلا بدنا نشتغل على الاوبريشنال
technique of the division. هون في عندي 6 example عن division عندهم divisor اللي لها 1 digit. هنبلش بأول example اللي موجود بالبيج 60 اللي هو 27 divided by 6. شو بعمل؟ بحط الطريقة بهذا الشكل، نرسم بهذا الشكل. هون بنحط الديفايزر اللي هو 6 وهون بنحط الديفايدنت اللي هو 27. بلش أول شغلة، بلش أعمل comparing بين أول ديجيت موجود at left اللي هو 2 وبين الديفايزر. بشوف 2 هيدا أول ديجيت، بشوفه أكبر ولا أصغر أو بيساوي الديفايزر. إذا كان أصغر بياخد الديجيت لحده، إذا كان قده بياخده لحاله، إذا كان أكبر كمان بياخده لحاله. هون مثل ما ملاحظين التو أصغر من السكس، فأنا بياخد التو مع الديجيت لحده فبياخد التوانتي سفن. هلأ بدي أفكر بشو بدي أضرب السكس لتعطيني توانتي سفن. بجدول الضرب تاع السكس عندي 6 times 4 equal 24، 6 times 5 equal 30. يعني هاي مثل ما شفنا قبل انه تطلع 27 اصغر من 24، اكبر من 24 واصغر من 30. فعطول بناخد اللي اصغر منه، يعني انا بدي اخد 24 اللي هي 6 times 4، يعني انا هون بدي اضرب ب 4. هون بهاي المطرح بنحط الكوشن، صار عندي 4 times 6 equal to 24 وبعمل subtraction. 7 minus 4 equal to 3، 2 minus 2 equal to 0. هون طلع عندي remainder هو 3. إذا جينا ونطبق الشغل اللي قلنا divisibility، بما إنه remainder 3 يعني 27 divided by 6، الكوشن اللي قلنا منه exact، يعني 27 not divisible by 6، يعني 27 منه multiple لل 6. هون فيني اكتب 27 equal الكوشن اللي هو 4 times dividend اللي هو divisor اللي هو 6 plus remainder اللي هو 3. هيدا اول example. تاني example كمان الموجود بالpage 60 هو 74 divided by 4 equal. كمان بنحط الطريقة اللي لها للdivision. هون بنحط الdividend اللي هو 74 وهون بنحط الdivisor اللي هو 4. كمان مثل ما قلنا بنعمل comparing بين اول digit at left وبين الديفايزر. اول في الديجيت at left هو 7، 7 اكبر من 4 فبقدر اخده لحاله، قلنا بده يكون يا قد الديفايزر يا اكبر منه. 7 بقدر اخده لحاله، بشو بضرب ال 4 لتعطيني 7؟ عندي 4 times 2 equal 8 اكبر من 7، ما بيمشي الحال، برجع لعند ال 1 بضرب ب 1. 1 times 4 equal to 4، بعمل subtraction. 7 minus 4 equal 3. هلا بدي كفي الديفيجن، شو بعمل؟ بنزل الديجيت لحدا 34. فكر بشو بدي اضرب الفور لتعطيني 34. عندي 4 times 8 equal 32، 4 times 9 equal 36 كبيرة، برجع على 32 يعني times 8. 8 times 4 بحط الانسر هون 32 وبعمل subtraction. 4 minus 2 equal 2، 3 minus 3 equal 0. هلا كيف بعرف اذا خلصت الديفيجن ولا لا؟ بس يبطل في عندي هون ديجيت لنزلهم وبوصل لهون، بوصل لنمبر اصغر من الديفايزر، فانا هون بكون خلصت عندي الديفيجن. هون الريميندر طلع عندي هي 2 different of 0، يعني 74 not divisible by 4 ومنا multiple لل 4. ما انتبه لشغلة انه الديجيت اللي بضرب فيهم انا هون بده يكونوا من عند 0 لعند 9، يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هون الديجيت اللي بنضرب فيهم هون، اكثر لا واصغر لا. هون صار فينا نكتب 74 equal to الكوشن اللي هو 18 times divisor اللي هو 4 plus remainder اللي هو 2. example 3، نشوف الاكزامبل 3 شو عندنا اياه. example 3 بالpage 61 عندنا 662 divided by 5 equal. كمان بنحط الطريقة، بنحط ال divisor هون اللي هو 5، بنحط ال divided هون اللي هو 662. بنبلش from left، عندي 6 أكبر من ال 5 بقدر أخذها لحالة. بشو بدي أضرب ال 5 لتعطيني 6؟ عندي 5 times 1 بيمشي الحال، لأنه 5 times 2 10 أكبر،
حط ال 5 بعمل subtraction 6 minus 5 equal to 1. هلا بنزل 6 16 شو بضرب ال 5 لتعطيني 16؟ عندي 5 times 3 equal 15, 5 times 4 equal 20 كبيرة. برجع لعند ال 3 بضرب ب 3, 3 times 5 equal 15 بعمل subtraction 6 minus 5 equal 1, 1 minus 1 equal 0 بنزل 2. بشو بضرب ال 5 لفي عندي تعطيني 12؟ ما في شيء عندي بضربه بال 5 بيعطيني 12, بس عندي ال 12 موجودة بين ال 10 وبين ال 15. بياخد الأصغر اللي هي ال 10 اللي هي عبارة عن 5 times 2, فأنا بدي أضرب ب 2, بيجي بضرب ب 2 هون, 2 times 5 equal to 10, بعمل subtraction, 2 minus 0 equal to 1 minus 1 equal 0. هون كمان 662 ما بيطلع divisible by 5, الكوشن بيطلع هيدا الكوشن وهيدا الريميندر. هلا بدنا نحل الاكزامبل 4 كمان الموجود بالبيج 61. Example 4 عندي اياه هون, عندي ال dividing to 595 divided by 7 equal. هنحط الطريقة هون, هون بنحط ال divisor, هون بنحط ال dividing. طيب 5 أصغر من 7 فبياخد لحد مع فبياخد 59. بشو بضرب ال 7 لتعطيني 59؟ ما عندي 59, عندي 56 وعندي 63. ال 59 موجودة بيناتهم, بياخد الأصغر اللي هي عبارة عن 7 times 8 فبضرب ب 8. 8 times 7 equal 56, subtraction 9 minus 6 is 3, 5 minus 5 0. بنزل هلا ال 5, بشو بضرب ال 7 لتعطيني 35؟ عندي إياها اللي هي 5 times 7 بيعطيني 35, بعمل subtraction بيطلع عندي 0 0, طلع remainder 0, يعني عندي exact quotient اللي هو 85. يعني هون بقدر أقول إنه 595 is divisible by 7. هلا بدنا نشتغل ال example 5. ما ننتبه منيح بال example 5, عندي ايديا جديدة لا تمرق معنا. Example 5 عندي الكوشن او الديفايدنت هو 647 divided by divisor اللي هو 6. مرتبهم, عندي هون 6, هون 647. بس بدي ارجع شوي لقبل, انه هون عطول نحن اول شيء, بس اول شيء نستخدمه اذا كان في عندي اول ديجيت اللي هو مثلا 5 اصغر من 7 بياخد معه اللي حدته. اما اذا كان عندي اياها تحت راح نشوف كيف بنشتغل. هون اذا جينا ناخذ first digit from left, عندي اياه 6, قد الديفايزر بيمشي حاله بياخده لحاله, بده يكون يا قده يا اكبر منه. بشو بضرب 6 لتعطيني 6؟ ب 1, بعمل subtraction بيطلع 0. هلا بنزل الفور, وصلنا للفكرة اللي بدي احكي عنها. مثل ما شايفين هون ال partial dividend اللي هون طلع عندي اياه اصغر من ال divisor اللي هو 6. شو بعمل؟ بشو بدي اضرب ال 6 لتعطيني 4؟ ما في. طيب 1 times 6, 6 اكبر, فانا بضرب بشو؟ هون بضرب ب 0. أنت بضرب بزيرو بس أوصل, بس كون عم بشتغل بالتاني أو تالت أو رابع, يعني من بعد أول partial dividend, يعني من بعد ما قلت هون المرحلة الأولى صلت للمرحلة التانية أو التالتة أو الرابعة وطلع عندي partial dividend smaller than the divisor, بقوم بضرب بزيرو. مثل هون الفور أصغر من السكس بضرب بزيرو بيطلع عندي زيرو, 4 minus 0 4. ما بيجي بنزل دغري هون التاني ديجيت او partial dividend حتى دغري, لا ما بقدر. هلا شو بعمل؟ بنزل ال 7 لحد ال 4, صار في عندي 47. بشو بضرب ال 6 لتعطيني 47؟ ما عندي. عندي ال 47 بين ال 42 وبين ال 48. بياخد ال 42 اللي هي 7 times 6, بحط 7 هون, 42 بعمل subtraction, 7 minus 2 equal 5, 4 minus 4 equal 0. Remainder طلع 5, الكوشن طلع 107. آخر example عندنا إياه اللي هو 6, اللي هو
7063 divided by 7. هلا اخر اكزامبل بالديفيجن اللي ديفايزر بقلبها بكون 1 ديجيت. هون 7 هون 7063 بيجي بياخذ اول ديجيت لانه قدها بيمشي الحال بضرب ب 1 بيعطيني 7 7 ماينس 7 0 بنزل 0. هون وصلنا لنفس الفكره كنا عم نشتغلها فوق انه هون البارشل ديفايدنت هو 0 اصغر من ال 7 فبضرب ب 0 بيطلع عندي 0 بعمل سبتراكشن 0 ماينس 0 0 برجع بنزل ال 6 6 كمان بارشل ديفايدنت هون اصغر من 7 ما بقدر اجي نزل 3 دغري حدا لا بدي اضرب ب 0 لانه انا كل ديفايدنت ديفايدنت كل ديجيت موجود بقلب الديفايدنت بدي اشتغل عليه لحاله بضرب ب 0 بيطلع عندي 0 6 ماينس 0 ايكوال 6 هلا بنزل 3 صار في عندي 63 بشو بضرب ال 7 لتعطيني 63 عندي 9 9 تايمز 7 ايكوال 63 بنحط هون 63 بعمل سبتراكشن 3 ماينس 3 0 6 ماينس 6 ايكوال تو 0 هون بكون خلصت الديفيجن الكوشن طلع 1009 ريميندر طلع 0